ما المكان والثقافة. الشيعة أكثر في إيران، ليش؟ لأنه عمر الخطاب كسر خشومهم وأذلهم، يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نساءهم بالآلاف يجيبوها الأمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء، يوزع على دول الهمج ويتوزنسون بيهين. هذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. ولهذا أعداء الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد الوليد، عمر، دائما عمر يدعون عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يطلوا في طابع ديني، ولا كسر ضلع الزهرة ولا واقعا في العجم حقهم مو سهلة. إمبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك، اسكندر احتل إيران كلها ولا عدة أشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب شسووا بهم؟ ما خلوا أعراب، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوه بالسيوف، فلشوه كل واحد قطعة. التاج ليش تفلش؟ ذهب ما يفتهمون التاج. لو هالزمان كان الأمم المتحدة والمنظمات التراث تشتكي عليها مثل ما طالبان فلشوا بوذان، هاي أثر قديم. ما يفتهمون الآثار شنو بش حقه جيب. فهذه أساس النظرية باختصار ونتائج.